ممكن من أول يوم شغالين على برنامج واضح، هدفنا الوصول لكل جماهير النادي الأهلي في كل أنحاء الجمهورية. النادي الأهلي يعني جمهوره ليه حق علينا كبير. يمكن احنا انطلقنا النهاردة من قلب الصعيد محافظة الأقصر، ويمكن يعني ده نتاج عمل الوحدة الاقتصادية، والحمد لله يعني ببارك لجمهور النادي الأهلي وببارك لأعضائه وخصوصا لأهلنا في طيبة الأقصر. النادي الأهلي قوة كبيرة جدا، أهل الصعيد يمكن معظمهم أهلوية، من احتكيت من بمعظم أهل الصعيد، أنا بمثل من الجيزة لحد أسوان، فهم معظمهم مهتمين بالنادي الأهلي، منتمين جدا. فكرة النادي الأهلي ده كان دايما يطالبوا بيها، كلهم عايزين إن هم نادي موجود في وسطهم يقدروا إن يطلعوا أولادهم ويشاركوا وإن أنت تبني أبطال.